كلنا بنعرف أنه الموهبة هي نعمة من عند رب العالمين، واليوم أكيد كل الأهالي بيتمنوا يشوفوا أولادهم ناجحين، عندهم موهبة معينة، عندهم اهتمام بمجال خاص، فمنلاقي البعض قدروا يكتشفوا موهبة أطفالهم من الصغر، إن كانت بالسباحة، بالرياضة، بالفن، بكثير من المواهب، وبعض من الأهالي لا ما اكتشفوا هي الموهبة، ويمكن هذا أكبر غلط يا رشا بيرتكبوه. اليوم الطفل يعني بدل على حاله، أي طفل موجود بالبيت عنا نحن بنقدر نحدد بمرحلة الطفولة شو هي الموهبة اللي عنده. بتلاقي أطفال مبدعين بالرسم بأعمار كتير صغيرة، بالعزف، عندهم ميولات شعرية فكرية. اليوم كرمال تعززي هي القدرات عند الطفل اللي هي فيما بعد أكيد رح تعزز قدراته العقلية، رح تفتح أمامه مجالات كتير بالحياة. مفروض نحن ننمي الموهبة والعكس صحيح، وقت بدك تقتلي هاي الموهبة قتلت كتير قصص عقلية ومواهب بحياتك. لهيك خلينا نقول انه اليوم عندنا نسبة كتير كبيرة من الأطفال موهوبين، لكنهم بحاجة لدعم وتحفيز وتشجيع من الأشخاص يلي حواليهم، من أهاليهم، من المحيط يلي جنبهم. نحكي أكثر عن طرق اكتشاف المواهب عند الأطفال. خلوني رحب بضيفتي يلي صارت معنا ضمن الاستوديو، الآنسة بشرى أحمد، معلمة رسم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير واهلا وسهلا. قد اليوم عندك هذا الخيال الحلو كونه نقول رسم، يعني اليوم عم نحكي بالخيال. اكيد طبعا. طيب هذا الخيال اليوم لحتى خلينا نقولها بالعاميه يسرح ويعطي اكثر ابداع، اليوم بحاجه لتنميه. قد اليوم مهم بحياتنا تنميه المواهب عند كل الاشخاص؟ كثير مهم انه نحن نشتغل على الطفل لحتى نخليه ينمي موهبته، لانه الموهبه بتنمي الحس الابداعي عنده، بتنمي الحس الجمالي. فنحن وبنعطيه ثقة بالنفس وبتساعده لحتى هو يلاقي حاله شخصيته ويكون مدرك للي عم يصير حواليه ويكون عنده هاي الموهبة. يعني بالفطرة هي بتكون بالفطرة اليوم بحاجة لشخص يعني خلينا نقول يطلع على السطح يدعمها أكثر. طيب خلينا نحكي اليوم أكيد عنا طرق عديدة لحتى نحن يمكن نكتشف موهبة معينة عند أطفالنا. خلينا نوضح شو هي الطرق اللي ممكن يتبعوها الأهالي اليوم لحتى فعلا ينموا أي موهبة موجودة عند الأطفال. هلا تنمية الموهبة بتبلش أكيد من البيت، من عند الأهل. تمام. إنهم يبلشوا مثلا يلاحظوا على أولادهم شو بيهتموا، ممكن إذا كانوا مثلا بيرسموا على الحيطان، ممكن إذا بيهتموا بآلة موسيقية معينة، هذا بدل على وجود موهبة. فنحن بدورنا كأهل بالبيت لازم ننمي لهم هاي الموهبة ونشتغل عليها ونعطيهم هاي المساحة. لا أكيد طبعا، لا أكيد مو على الحيطان. يعني نحن وقت الطفل ما بيعرف، يعني بيكون لساته طفل، يعني بيكون صغير ما بيعرف شو عم يساوي، فهو بيشوف أي شيء، ممكن أقلام ملونة ما يعرف إنه الحيط ما بينرسم عليه. طبعا نترك له مساحة لحتى هو يعبر عن الشيء اللي جواته، ونوجهه بطريقة صحيحة، نأمن له الأدوات المطلوبة، نأمن كل هاي الشغلات يلي بتخليه ينمي موهبته. طيب اليوم بشرى وقت بيكون في عنا طفل عنده قدرة موهبية، إن كان بغض النظر عن الاتجاه الإبداعي بحياته، شو ممكن يأثر إيجابيا عليه للمستقبل، وبالعكس يعني اليوم قمع هاي الموهبة شو ممكن تأثر على شخصيته أيضا؟ هلا بالنسبة للاستخفاف بالموهبة، يعني ممكن نلاقيها كتير انه لا انت ما بصير تدرك، ما بصير انك تهتم بموهبتك، شو الرسم، شو الرياضة، شو الموسيقى، هذا الافكار كتير غلط. يعني نحن لازم كتير نهتم بالاطفال بمواهبتهم وما نستخف فيها، لانه بتساعده على تنمية شخصيته وادراكه لذاته، بتساعده بحس بالإنجاز ممكن، لأنه بتعطيه طاقة أكيد، وبتساعده تحصيله العلمي يكون عالي جداً. تمام. وحضرتك اختصيتي بتعليم الرسم وتنمية هالموهبة، خبرينا عنها أكثر. هلأ أنا درست، كنت خريجة المعهد للفنون التطبيقية والتشكيلية، درست الفن، وبعدين يعني هي موهبة من الصغر، فصرت أدرس بمدارس التابعة لوزارة التربية. من خلال التدريس لاحظت أنه في نسبة كتير من الطلاب عندهم هاي الموهبة، ممكن منهم بالفطرة وممكن منهم عندهم هاي الموهبة بس ما عم يعرفوا يوجهوها بطريقة صح. وهون بيجي دورنا كأهل ودورنا كمدرسين لحتى نحن نوجههم بطريقة صح ونوصلهم لحتى يمارسوا هاي الموهبة بطريقة أكاديمية.
واليوم دورك، انت اخذتي هذا الدور ورحتي لانشاء مرسم لتدريب الاطفال على موهبه الرسم، خبرينا عنه اكثر اليوم وعن المواهب الموجوده عند الاطفال، يمكن عندنا كم كبير من هي المواهب ولكن بحاجه للضوء والدعم. هلا بصراحة هي فكرة المشروع كانت مشروع خاص فيني أنا، لحتى أنا أرسم اللوحات ويعني يكون عندي نتاج فني. بعدين صرت أشوف أنه في كتير إقبال من الأهل أنه شو رأيك أنت تدرسي الأولاد أو شو رأيك أنه أنت تعلمي لنا الأطفال الرسم، فمن هون إجت الفكرة وصرت أستقبل طلاب كتير بالمرسم، وكان في الحمد لله يعني الإقبال كان كتير منيح وكان في كتير دعم من الأهل قبل ما يكون من الأطفال. تمام. ونحن بالمرسم اكيد بنشتغل بخامات كثير يعني كثيره، رصاص، خشب، اكريليك، زيتي، والطلاب كثير عم يحبوا، الاهل انا كثير يعني بتشكر الاهل لانه لهم دور كثير كبير. الاول يعني طبعا الداعم الاول لهدول المواهب. هايدي عندك تجربه بالرسم؟ لا انت. انا افشل حدا بيرسم بالحياه، برسم غير كاسي وعين خالص. تمام. يمكن خلينا نحكي اليوم كمان ذكرتي نقطه انه الاطفال عم بيكونوا موجودين اليوم ضمن هالمرسم، ذكرتي انه في اقبال كثير كبير منهم، احكي لنا عن تفاعلهم او تجاوبهم اليوم معك. التفاعل كثير رائع، يعني قد ما بقول لك رائع يعني انت عن جد على ارض الواقع كثير شيء يعني عن جد بيرفع الراس، لانه الاطفال لما عم يجوا على المرسم وعم يحسوا حالهم انه عم ينموا هاي الموهبه او عم يمارسوا الشيء اللي هن بيحبوه، عم يحسوا بالانجاز، عم يحسوا انه انا عن جد بمكان صح. طيب اليوم كان في مشاركات لهدول الاطفال ضمن معار، يعني اليوم رحتي من موضوع التدريب والانجاز، اليوم وقت نقول في التدريب اكيد اليوم صار في انجاز على الارض، واليوم المعارض يمكن هي من اهم المجالات اللي بتعرف بموهبه هذا الطفل وكمان بموهبه المس اللي هي مشرفه عليهم. صح. هلا معارض بصراحه لسه يعني ما يعني انه ما عملت لسه معرض، بس عم فكر ان شاء الله بالايام الجايه، يعني انا كمان مرسمي ما لي زمان يعني فاتحته تقريبا السنتين، فان شاء الله يعني يكون بالايام الجايه اكيد بتمنى، وهذا الشيء كثير بشجعني انا وبشجع الطلاب انه يكون في معارض، يمكن تكريم لهذا الجهد الكبير. أكيد أكيد يعطيك العافية. ويمكن كمان اليوم منقول أي فكرة أو مشروع ببدايتها بتواجه كثير من الصعوبات، من التحديات، من العقبات، فتحتي المرسم، خبرينا شو الصعوبات يلي واجهتك، وكمان إذا فينا نوضح الصعوبات يلي واجهت الأطفال كبداية بالمرسم. أكيد هلا المشروع مشروع مثل أي مشروع، يعني في صعوبات بس هي ما كانت هالصعوبات الكبيرة، لأنه يعني هو مشروع حلو وبسيط بيلامس لقلوب الطلاب أكثر ما يكون إنه بيلامس أي شيء ثاني، فما كان في هاي الصعوبات الكبيرة. ولأني أنا تعليم الأطفال الرسم، تعليم الأطفال هلا صعوبة؟ لا، لأنه طالما أنت عم تجيبي طفل يكون موهوب وتدربي فأنت ما بتلاقي صعوبة، لأنه هو حابب الشيء اللي عم يشتغله فبيكون تمام، وبالتالي ما في يعني هالصعوبات اللي كانت كبيرة، وكانت النتائج كتير مميزة وحلوة. الموهبة طالما موجودة ما تبقى سهل. اليوم وقت منقول رسم بنحكي نحن خيال، اليوم إسقاط على الورق من خلال الألوان، اليوم لخيال هذا الطفل لأفكاره، وأيضا كنا كلنا بنعرف أنه اليوم بعلم النفس، يعني أي مريض بيزور طبيب نفسي أول شيء بيعمله بيعطيه ورقة وقلم بيقول له رسوم، صح، حتى لو ما بيعرف يرسم، يعني صح. حتى الرموز اليوم اللي بنعملها بنقول عنها خرابيش على الورق، صح. كل تفصيل منها هي بتدل على زاويه من نفسيتنا. اليوم خلينا هيك بنستغل وجودك اكثر، اليوم نسالك اليوم اذا حدا ما عنده هي الموهبه، هل اليوم التدريب او التدريس قادر انه يعلمه الرسم؟ ايه طبعا، طالما هو المهم يكون بحب، في اليوم اساسات يعني الرياضيات بنعرف اساسات، اكيد طبعا طبعا أساسيات. الرسم طبعا له اساسيات، طبعا في شغلات بتتعلميها انت اساسيات، وبعدين انت بتتركي بتطلقي العنان لعقل الطفل انه هو شو بحب يبدع، شو بحب يرسم، لما تخاطبي الطفل انت كفنان، يعني انا مثلا طلابي بالمرسم ما بقول لهم انه هن اطفال، انا بخاطبهم كفنانين، فانت بتكوني عم تلامسي طموحهم وبتكوني عم تنمي الحاله النفسيه عندهم قبل ما تكوني عم تنميها اكاديميا. تمام. خلينا نكون واقعيين اليوم أنسي بشري، يمكن مو كل الأهالي قدرتهم يسجلوا أطفالهم أو أولادهم بمعاهد، بدورات تدريبية أو بنوادي صيفية كرمال يتعلموا مواهب بالحياة. طيب اليوم هدول الأطفال ممكن نحن ننمي عندهم موهبة مثل الرسم بالبيت؟ ايه طبعا ممكن مثلاً؟ هلا
زمن التكنولوجيا لازم يكون عنده مدرب؟ لا هلا ممكن لا لا ممكن هو يتابع عن النت، ممكن كمان يعني استشارة حدا، بده حدا يكون استشارة حدا مختص، يعني الأفضل هو استشارة حدا مختص، بس لما يكون هو ما في مجال إنه لحتى يسجل، بتعرفي أنت ضغوط وهيك، لما يكون ما في مجال إنه هو يسجل فينا يعني إنه بأقل أي شيء إمكانيات عنا نساعده، نجيب له ألوان، نجيب له وراء، ونغذي له بصره. أنا كتير كتير بحب أكد على هاي النقطة، كيف يعني؟ نغذي له بصره ونخليه يشوف كل ما نحن عقلنا ما بيشوف صح وبيشوف فن أكتر، يعني مثل أنا لما بشوف اللي حوالي كيف بدي ميز أنه هذا الشيء حلو، أو كيف أنا بدي أعرف أرسم، لازم أشوف بالواقع كيف هاي الأشياء لحتى يكون فيني أرسمها، بعدين أنت بتتركي المجال للطفل لحتى هو يبدع. بشرى بنا هيك نشكر وجودك لليوم ونتمنى لك التوفيق بهي الرسالة الإبداعية، وهيك نشوفك قريبا ضمن معارض تحمل اسمك وإنجازات هدول الأطفال اللي هنو فيما بعد أكيد إن شاء الله نشوف أسماءهم بأماكن أخرى. شكرا بشرى وبالتوفيق. شكرا كثير لكم ولاستضافتكم. شكرا لك بشرى وبالتوفيق لك ولمشروعك. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيك. شكرا.